بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة اليوم. طبعا بعد استخدامك للويندوز او تركيب النظام طبعا الخاص بك على الحاسوب، طبعا تلاحظ بعد فترة، بعد شهر، بعد شهرين، طبعا انك تفاجئ بتقل طبعا في الكمبيوتر الخاص بك، يصبح ثقيل، وكل ما ازداد الوقت كل ما يزيد طبعا الثقل، وطبعا عملية التشنج الخاصة بالحاسوب. طبعا قد لا تعرف انت المشكلة اين، ولاستخدام فترة من الزمن طبعا يبدأ هذا الويندوز في التقل، كل ذلك لأن الويندوز عند فتحه طبعا وإغلاقه أو فتح أي برنامج أو أي فولدر أو أي فيديو أو أي شيء، طبعا هذا فتح الفيديو طبعا أو فتح أي مجلد أو حتى دخولك أثناء تصفحك على جوجل أو أي شيء طبعا تقوم به في الكمبيوتر، طبعا لفتح هذا البرنامج وإغلاقه طبعا تعطي أوامر، هذه الأوامر تحفظ على هيئة طبعا مفاتيح تشغيل أو هيئة طبعا أوامر معينة في الويندوز، مع مرور الوقت طبعا تزداد وتزداد 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 طبعا إلى أن تصبح طبعا بشكل كبير جدا، تسبب ثقل كبير على الكمبيوتر. لكي تتخلص من هذه الملفات طبعا سوف نرى اليوم كيف يمكنك التخلص من هذه الملفات، طبعا لاسترجاع الوضع الطبيعي للحاسوب الخاص بك والحفاظ طبعا على استقرار الويندوز الخاص بك كي لا ينهار مستقبليا، لأن إذا زادت هذه البرامج عن الحد الطبيعي طبعا سوف ينهار الويندوز، وهذا أحد أكبر أسباب انهيار الويندوز، وطبعا بعد فترة تجد نفسك دائما تحتاج إلى تنصيب ويندوز. طبعا سنقوم بذلك عملية طبعا سهلة جدا جدا جدا، فقط تأتي إلى هنا لقائمة ستار، بعد ذلك تكتب الران، هكذا عيرا، هكذا ران، طبعا استظهر لديك هنا، يمكنك أيضا الدخول إليه عن طريق الكنترول ار، بعد ذلك تقوم هنا وتأتي وتضغط على كلمة تيمب، هذه طبعا هذا الرمز أو هذا الكود سأضعه أسفل في الديسكريبشن، طبعا علامة بالمية تيمب ثم علامة بالمية تقوم بالنقر عليها، سيدخلك طبعا إلى مجلد، هذا المجلد هو الذي يوجد فيه طبعا جميع مسارات تلك المفاتيح أو تلك المجلدات أو تلك الملفات المؤقتة التي تتراكم على الويندوز الخاص بك وتسبب ثقل، طبعا تحددها بالكامل هكذا، بعد ذلك طبعا تقف وتضغط على الحذف أو الديليت، ديليت ثم ديليت، بعد ذلك طبعا أيضا الرن، وهذه المرة طبعا تكتب تم بدون علامة بالمية، أيضا سأضع أسفل في الديسكريبشن. طبعا كما نرى الآن أنا لدي حوالي 2 جيجا ملفات مؤقتة يجب علي طبعا التخلص منها. أنت طبعا قد هنا طبعا إذا أعطاك هذا الأمر تطيع على سكيب أو تراي أجين، يعني ذلك لأن وجود ملفات مفتوحة هنا، بعد ذلك طبعا تدخل إلى نفس هذا المجلد وتحددهم جميعا وأيضا تعطيهم على الحذف، طبعا أنت كونتينيو تعطي، أنت طبعا قد تفاجئ بوجود حتى 15 جيجا في جهازك، لأن هذه الملفات كما قلت تتراكم بشكل كبير جدا جدا هكذا. الآن بعد ذلك أيضا الرمز الثالث طبعا سنقوم بها بشكل يدوي، وسأعطيكم أيضا طريقة لعملها بشكل أوتوماتيكي هنا هكذا، تعطي على كونتينيو إذا أعطاك هل تسمح له بالدخول إلى مجلدات الويندوز، أيضا تقوم بتحديدها جميعا وتضغط هكذا وتحذفها، مجرد أن تقف عليها يعني وتعطيها على على طبعا الخيار الحذف، ثم تأتي إلى طبعا سلة المهملات وتعطي على الإفراغ هكذا بهذه الطريقة. والآن طبعا هنا يقول لك أنه قد يتم المسح هنا 2 جيجا وأكثر، تعطي على كونتينيو. طبعا بهذه الطريقة تخلصت من جميع هذه الملفات، طبعا يجب العمل بهذه الخطوة دوريا كل يعني أسبوع أو كل 10 أيام تقوم بهذه العملية أكثر أقل على حسب استخدامك للإنترنت. طبعا لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وحصري، وأيضا الالتحاق بصفحتنا على الفيسبوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.